You have to protect it. All this horror that's come to my family. It's all because I couldn't love a motherless child. You are a Stark. You might not have my name, but you have my blood. السلام عليكم، هلا والله، أنا أبو الروك، ورجعنا أخيراً وبعد انتظار دام أكثر من سنة Game of Thrones. مثل ما الكل عارف، نزل برومو الأول اليوم الفجر، ومواقع التواصل الاجتماعي تكاد تنفجر من كثرة اللي يحللون ويقولون رأيهم بخصوص برومو. وأعتقد الكل شاف برومو، لذلك راح أبدأ بالتحليل، ولكن قبل البداية لازم أنوه على أكثر من أمر. الأمر الأول، هذا المقطع يعتبر إكسترا، وراح ينزل مقطع ثاني زي كل ويكند بإذن الله. الأمر الثاني، المقطع راح ينقسم لقسمين. القسم الأول راح أتكلم عن برومو وعن رأيي بشكل عام، والقسم الثاني راح أتكلم عن سراديب وينترفيل وليه السراديب مهمة بالقصة إلى هذا الحد، وراح أتكلم عن كل القصص الغريبة والنظريات اللي تدور حول سراديب وينترفيل، وراح أحاول أوضح ليش برومو كان تحديدا في سراديب وينترفيل مو بأي مكان آخر. الأمر الثالث والمهم جدا واللي لازم أقوله، أني ما أعرف أي معلومة عن الموسم الثامن، لا من قصة ولا من أحداث، فإذا أنت تتحسس من الحرق أحب أطمنك أن القناة لم ولن تحتوي على أي حرق، وإذا مرة 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 تتحسس من الحرق أنصحك ما تشوف القناة، ما تشوف أي مقطع ينزل، عشان نبقى أنا وأنت أصحاب وأصدقاء وعلاقتنا ما تخرب أبدا. النظريات بكل اختصار هي ربط وتوضيح لأحداث صارت بالكتب أو المسلسل بفترات زمنية مختلفة. ممكن النظريات تكون صحيحة، ممكن النظريات تكون خطأ، فلا نصير حساسين مرة. ما أطول عليكم ويلا نبدأ. أبرومو أو التشويقة عادة يكون قبل التريلر، والاختلاف بين أبرومو والتريلر أنه أبرومو يكون فيه شخصيات من العمل الأساسي ولكن بمشاهد ما هي من العمل الأساسي. بهذه الحالة شفنا شخصيات من Game of Thrones، أما تريلر يكون فيه مشاهد من العمل الأساسي أو العمل الأصلي. لو نرجع لبرومو الموسم السابع واللي كان بعنوان المشية الطويلة أو The Long Walk، نجد أن برومو ما كان مرتبط أبداً بأحداث الموسم السابع إلا ممكن بمسألة وصول الشتاء للعاصمة كينجز لاندينج. ونفس الأمر تكرر مع برومو قاعة الوجوه أو هول أوف فيسز الخاص بالموسم السادس. شفنا بقاعة الوجوه أوجه لشخصيات كثيرة من المسلسل، سواء شخصيات ماتت مثل نيد وروب ستارك وكاتلين ستارك، أو شخصيات ما زالت على قيد الحياة مثل جون وتيريون وداني وآريا وسانسا، ولكن الشخصيات اللي ما زالت على قيد الحياة ما ماتت بالموسم السادس. فبرومو ما يعني انه الشيء اللي نشوفه ببرومو هو راح يصير بالمسلسل. فيعني باختصار برومو هو مجرد لعبة او اداة يرمونها لنا منتجين المسلسل والقائمين على المسلسل عشان نلتهي لين ينزل التريلر الرسمي وينزل المسلسل. ولكن مع ذلك لازم ادلو بدلوي واتكلم عن الامور اللي شدتني ببرومو. يبدأ برومو بظهور جون سنو aka ايجون تارجيريان ومروره بجانب تمثال أمه ليانا ستارك، بالخلفية صوت ليانا وهي تكلم نيد ستارك وتقول له You have to protect him، يجب أن تحميه. هذه اللقطة تحديدا وزيارة جون لضريح أمه من الأمور المحتملة بالجزء القادم من المسلسل. رغم مرور جون بجانب هذا الضريح مئات المرات من كان طفل، ولكن الزيارة القادمة راح تكون مختلفة تماما، لأن وقتها راح يكون عارف بأن صاحبة هذا الضريح ما هي عمته ليانا ستارك، هي أمه ليانا ستارك. أم جون سنو من الألغاز اللي استمرت معانا من الموسم الأول إلى الموسم السادس، ومن الأمور المهمة بالقصة. نهاية اللقطة نشوف ريشة تسقط، هذه الريشة هي نفسها الريشة اللي وضعها الملك السكير روبرت براثيون على ضريح ليانا ستارك بالموسم الأول من المسلسل.
هذا المشهد مشهد مشيت جون سنو بجانب ضريح ليانا ستارك يذكرني بحلم شافه نيد ستارك بالكتاب الأول من A Song of Ice and Fire. راح أقول الحلم بالقسم الثاني من المقطع. بعد مرور جون بجانب الضريح ينتقل المشهد لمرور سانزا ستارك بجانب ضريح كاتلين تالي. فسمعنا الاقتباس اللي قالته ليدي ستارك أو ليدي فينترفيل كاتلين ستارك، وهي تقول إنه كل اللي صار للعائلة كان بسبب إنها ما أحبت طفل بلا أم وكانت تقصد جون سنو. وهذا كان الاقتباس الثاني ببرومو، كان موجه تحديدا لجون سنو بعد الاقتباس الأول اللي كان على لسان أمه ليانا ستارك. وكأن جون هو المنقذ الوحيد لعائلة ستارك، هو اللي راح يتكفل باستمرار حياة أطفال ستارك على الرغم من كره كاتلين ستارك له. ثالث ضريح شفناه بالبرومو وكان ضريح إدارد ستارك، هو يقول جون سنو بالموسم الأول أنه أنت ستارك، ممكن ما تحمل اسمي لكن انت تحمل دمائي. نفس الامر تكرر، الاقتباس الثالث ببرومو موجه لجون سنو تحديدا من خاله إدارد ستارك واللي ربه. الرابط بثلاث اقتباسات هو حقيقة جون سنو، الاقتباس الاول من ليانا ستارك ام جون سنو وهي تطلب من نيد انه يحميه، والاقتباس الثاني من كاتلين ستارك وهي تتكلم عن الطفل اليتيم اللي بلا ام، والاقتباس الثالث من نيد ستارك هو يثبت لجون سنو انه يحمل دماء ستارك. وكأن المطلوب مننا كمتابعين هو استيعاب حجم الموضوع وأهميته بالموسم الأخير، أهمية موضوع أم وحقيقة أصل جون سنو. كذلك ممكن الثلاث اقتباسات تدل على أهمية جون سنو بالحرب ضد الأذرز، بما أنه هو أغنية الجليد والنار، هو A Song of Ice and Fire. على الرغم من وجود شخصيتين أخرى مرت بالسراديب، إلا أنه الثلاث اقتباسات كانت موجهة فقط لجون سنو بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. بعدها تنتقل الصورة للثلاث شخصيات آريا، سانسا وجون سنو، هم واقفين أمام أضرحة عليها تماثيلهم وكأنها إشارة على موتهم. بالطبع المنتجين مو بهذا الغباء أنهم يلمحون لموت الشخصيات بهذه الطريقة. نفس الأمر تكرر بتيزر قاعة الوجوه أو Hall of Faces بالموسم السادس، ولكن ولا شخصية من الشخصيات الأساسية ماتت بهذاك الموسم. ممكن يكون لها دلالات أخرى هذه اللقطة، مثل لو ما اتحدوا أبناء ستارك راح يكون هذا مصيرهم. وبعدها يبدأ الضباب اللي دائما يصاحب النايت كينج بالدخول للسراديب، ونشوف آريا وجون يسحبون سيوفهم استعدادا للمواجهة. بعض الأسئلة اللي تشغل بال الجمهور هي وين بران ستارك وليه ضريح جون كان شكله كبير بالسن. حقيقة ما أعرف وين بران ستارك، لكن ممكن يكون الضباب هو بران ستارك، ليش لا؟ ممكن تكون إشارة إلى أنه بران هو النايت كينج بطريقة ما. كثير من قراء الكتب واللي يتابعون المسلسل مؤمنين بهذه النظرية انه بران هو النايت كينج، فممكن الضباب يكون اشارة لهذا الشيء انه بران هو النايت كينج. شخصيا انا ضد هذه النظرية، وتكلمت ليش انا ضد هذه النظرية بمقطع سابق بالقناة. طيب ليش سراديب وينترفيل؟ ليه برومو ما سووه بأيكة الآلهة عند شجرة الويرود الضخمة الموجودة في وينترفيل؟ ليه برومو ما سووه بقاعة وينترفيل الرئيسية؟ ليه تحديدا سراديب وينترفيل؟ حقيقة سراديب وينترفيل من الأماكن الغامضة بالقصة، واللي لطالما قراء الكتب صنعوا حولها نظريات بناء على اقتباسات من بعض الشخصيات بالكتب مثل جون سنو ونيد ستارك. بحاول أتكلم عن النظريات والتساؤلات اللي تدور حول سراديب وينترفيل بكل اختصار، لكن ما أدري من وين أبدأ. حقيقة الأمر متشعب لدرجة أنه قراء الكتب وصلوا بالنظريات المستوى جنوني، يعني وصلوا المستوى اكستريم متطرف بالنظريات حول سراديب وينترفيل. الأمر متشعب لدرجة أن النظريات تعود لأصل بناء القلعة وكيف بناه براندن ذا بيلدر، وليش اختار اسم وينترفيل اللي يعني سقوط الشتاء أو مسقط الشتاء، وليش كلمات ستارك هي وينتر إز كومينج، ليه ما هي أي كلمات أخرى مثلا مثل عائلة اللانستر مثل عائلة البراثيون، وش معنى ستارك مهتمين جدا بالشتاء. كل هذه النظريات تدور حول سراديب وينترفيل. كثير من الأسئلة وجهوها القراء لجورج مارتن، ولكن جورج مارتن ما كان يجاوب عليها أبدا. لطالما سراديب وينترفيل كانت جزء من أحلام ستارك. نذكر بالموسم الأول أن بران ستارك كان يقول أنه رأى بالحلم أبوه نيد ستارك في سراديب وينترفيل، وكذلك ريكون ستارك رأى نفس الحلم بالكتاب الأول. ولما نيد ستارك كان في العاصمة كينجز لاندينج شاف هذا الحلم. راح أقرأ الحلم من الكتاب الأول. كان يمشي في السراديب أسفل وينترفيل كما مشى ألف مرة من قبل، وراقب ملوك الشتاء مروره بعيون من جليد. بعيون من جليد.
وأدارت الذئاب الرهيبة الجاثمة عند أقدامهم رؤوسها الحجرية الكبيرة مزمجرة. أخيرا بلغ القبر الذي يرقد أبوه فيه، وإلى جواره براندون وليانا. عدني يا نيد، promise me نيد، همس تمثال ليانا. كانت ترتدي إكليلا من الورود الزرقاء الشاحبة، وعيناها تذرفان دما. الحلم اللي بالكتب يشابه إلى حد كبير أبرومو، وتحديدا مشيت جون سنو بجانب تمثال أمه ليانا ستارك. حتى جون سنو شاف حلم يخص رديب وينترفيل بالكتاب الثالث، والحين راح أقرأ الحلم. في منامه رأى نفسه في وينترفيل يعرج مارا بالملوك الحجريين على عروشهم، فتدور عيونهم أقرانيتية الرمادية، تطو أصابعهم غرانيت الرمادية على مقابض سيوفهم الصدئة المستقرة على سيقانهم، بأصوات ثقيلة يسمعهم يتمتمون: أنت لست ابن ستارك، لا مكان لك ها هنا، ارحل. يتوغل أكثر في الظلمة مناديا: أبي، بران، ريكون. وما من مجيب. يحس بريح باردة تهب على عنقه وينادي: عمي، عمي بنجن، أبي، أرجوك يا أبي ساعدني. يسمع طبولا تدق بالأعلى، فيقول لنفسه: إنهم يحتفلون في القاعة الكبرى، لكن لا أحد يرحب بي هناك، لست من آل ستارك وليس هذا مكاني. ينزلق عكازه ويسقط على ركبتيه، وتبدأ حلكة السراديب تشتد. ثم ضوء انطفأ في مكان ما يهمس: إجريت، سامحيني أرجوك. ولا يرى إلا ذئبا رهيبا رماديا يبدو كشبح تلطخه الدماء، وتلتمع عيناه الذهبيتان بحزن في الظلام. وكذلك هذا الحلم فيه تلميح واضح على حقيقة جون سنو، وأنه تارجيريان وليس ستارك. نفس الأمر صار ببرومو لما سمع صوت نيد ستارك وهو يكرر مقولة: أنت تحمل دماء ستارك، وكأنها دلالة أيضا على ربط برومو مع الأحلام اللي صارت بالكتب. فالأحلام اللي راودت بران وريكون ما كانت عادية، وكان فيها تنبؤ بالمستقبل، وحتى الأحلام اللي راودت نيد وجون سنو. فليه سراديب مريبة إلى هذا الحد؟ الكثير من القراء من زمان مؤمنين بأنه في سر قوي راح ينكشف بالكتب القادمة أو حتى بالموسم الأخير. راح أقول الأفكار اللي عند قراء الكتب، ممكن البعض يقول إنها غبية، ولكن ممكن تصير، ليش لا؟ الأمر الأول واللي يعتقد بوجوده تحت سراديب وينترفيل هو السيف دون أو دون أو الفجر، واللي كان يقاتل فيها السير آرثر دين، وأن هذا السيف هو جالب الضياء أو لايت برينجر، وهو السلاح الوحيد لهزيمة النايت كينج. اسم السيف متعلق بالمعركة الأخيرة واللي اسمها باتل أنتل دون أو المعركة للفجر. يذكر أن نيد ستارك أرسل السيف لأخت آرثر دين، ولكن الغريب أنه السيف ما له أي ظهور بالقصة من بعد أحداث ثورة روبرت. فممكن يكون السيف هو الشيء الوحيد القادر على هزيمة النايت كينج، والنايت كينج قادم لأجل تدمير هذا الشيء. الأمر الثاني هو ضريح النايت كينج. معروف بالكتب أنه النايت كينج كان إنسان عادي وصار لورد كوماندر على النايت ووتش. أب فتاة صفاتها زي صفات الأذرز، ونصب نفسه ملك على النايت ووتش، واتخذ من قلعة النايت فورت مقر لهذا الحكم، ونصب الفتاة اللي صفاتها زي صفات الأذرز ملكة. وزي ما نعرف لاحقا أحد ملوك ستارك قتل هذا الملك، فيقال أن جثمان هذا الملك موجود تحت سراديب وينترفيل مع الملكة، النصف إنسان ونصف فايت ووكر، وهذا هو الشيء اللي يبحث عنه النايت كينج. الأمر الثالث واللي البعض مؤمن فيه أنه سراديب وينترفيل هي سجن للنايت كينج الحالي، مسجون فيه نايت كينج سابق. اي نعم، نايت كينج قبل النايت كينج اللي شفناه بالمسلسل. ونرجع للموسم السابق لما جون كان تحت كهوف دراغونستون، شفنا نقش للوايت ووكرز على الصخور. بعيدا عن هوية الشخص اللي نقش هذه الأشكال في كهوف دراغونستون، لكن ما نجد أي تشابه بين الأشكال الموجودة بالكهوف مع النايت كينج اللي نشوفه بالمسلسل. فهذه أحد الأدلة اللي يدعي فيها الناس المؤمنين بوجود نايت كينج سابق، أنه هذا الشخص هو النايت كينج السابق وموجود تحت في سراديب وينترفيل. الأسئلة كثيرة وللأسف ما في أي إجابة، لا من الكتب ولا من المسلسل، وتبقى سراديب وينترفيل من الألغاز المحيرة في الرواية، واللي أتمنى يتم التسليط أو يتم تسليط الضوء عليها بشكل أكبر بالجزء الأخير من المسلسل. شاركني رأيك وتحرياتك تحت عن برومو. هل تشوف أن سراديب فعلا مكان غامض وغريب؟ إلى هنا وصلنا لنهاية المقطع، وأتمنى أنك استمتعت فيه. لايك إذا أعجبك المقطع، واشتراك بالقناة إذا ما كنت مشترك بالقناة، وفعل جرس التنبيهات، ولا تنسى تتابعني بتويتر وسناب شات
تحت في خانة الوصف. أشوفكم الويكند الجاي إن شاء الله. سلام.